السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده طبعا عايزين نعمل مع بعض صينيه الرقاق، فانا طبعا مجهزه الرقاق اهو. انا بحب الصينيه ما تبقاش سمكها عريض قوي، يعني ممكن احط 3 ورقات جلاش رقاق تحت وثلاثه فوق، وطبعا مع الصاجه اللحمه ومجهزاه عشان ما اضيعش وقتكم. ومعايا حوالي كوبايه لبن، وايه حوالي كوبايه شوربه، تمام كده. مجهزه طبعا جبنه رومي، ومجهزه ايه، عايزه احط برضو على اللبن والشوربه، هحط مكعب زبده. طبعا الشوربه واللبن دافيين اهو، وطبعا عايزه الصينيه مدهونه بالسمنه. وهنا مجهزه معلقه صغيره بهارات المرقه، وطبعا التوابل بتاعتنا وبابريكا وفلفل اسمر اهو، وهنزل بيهم على الشوربه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهي الشوربه. وادي الزبده بتحاول ايه انها تسيح. انا بحب قوي الزبده الصفراء، احطها كده مكعبات في التلاجة واخد منها، تمام كده. طبعا التكه اللي عايزه اقول لكم عليها، اللي انا بحب اعملها قوي في الجلاش او في الرقاق، ان انا بحط حوالي معلقه بيكنج باودر. بصوا بيعمل فوران وبيخلي طبقه الجلاش بتبقى هشه وحلو اهو. وباخد المعلقه الصغيره دي وبقفل الورقه تاني بتاعه البيكنج باودر اهو، ونرجع نشوف الايه التكات والحركات بتاعتنا. طبعا الوش عايزه احط له ايه حبه البركه، ومعايا لبن لو عايزه اقفل برده الوش، ومعايا جبنه رومي، ومعايا جبنه موتزاريلا، تمام كده. بجيب ورقه الجلاش بتاعتنا، طبعا الجلاش معلقه على الجلاش، الصينيه مدهونه، وبجيب ورقه الرقاق بتاعتنا اهي، وطبعا بننزل بيها كده ان احنا بنبلها كلها وش وظهر، وبنحطها في الايه في الصينيه. طبعا قبل ما اعمل كل ده، انا مولعه طبعا الفرن بتاعي علشان كل حاجه جاهزه كده، وطبعا اللحمه مستويه وكل حاجه، فانا بحطها بتاخد ايه يعني وش كده على طول، ما بتكملش يعني ربع ساعه في او نص ساعه في الفرن الكهرباء، تمام كده. بفضل بقى ان انا مع ايه الورقه ببلها من كل الجهات كده. عايزه اجيب مغرفه اكبر بس نسيت اهو، احاول اجيب من هنا اهو. بصوا بحاول، طبعا اللبن بيدي طعم وتست ليها رهيب جدا. شايفين اهي الورقه بتاعتنا، هنزل بيها اهي. حتى لو الصينيه بتاعتك صغيره، انت برضو ايه او الورقه كبيره، بتحاولي تظبطي الدنيا. بصوا معايا ورقه اهي، طبعا نص، انا بوريكم حتى لو ورقه مكسوره من الرقاق، انت تقدري برضو تشغليها وتحطي قصادها نص تاني مكسور يعني، تمام كده اهو. انا بس عايزه اوريكم الفكره. ممكن تعمليها بورقتين تحت ورقتين فوق، تبقى عامله زي الفطيره كده اهو. بحاول ان انا ايه اوريكم الفكره اللي تعمليها في دقايق اهو. وهنا طبعا انا عملت الصينيه اهي، ولميت برضو الرقاق اللي ايه اللي اتكسر. بصوا بقى هنبدا دلوقتي ناخد ايه، ناخد اللحمه المفرومه بتاعتنا اهي، وننزل بيها اهي على الرقاق بتاعنا المبلول بالايه باللبن والشوربه اهو. وهنا طبعا بصوا اللحمه المفرومه بقى لما توزعت على الايه على الرقاق بقت طبعا حلوه جدا. انا عايزه اقول لكم، انا بدوق الشوربه هنا بالزبده الصفراء مع التوابل اللي حطيتها، بصوا طعمها تحفه ما شاء الله، جميله جدا تتشرب يعني. التوابل والبابريكا كمان مديه فيها طعم حلو قوي. واوعوا تنسوا الايه الباودر، البيكنج باودر حلو قوي، بيخليها طبعا هشه وحلوه قوي، ما تبقاش معجونه كده. في ناس بصراحه يعني دقت عندهم الرقاق في العيد بيبقى عارفين قطعه من الجبس كده، او حاسه ان انا باكل مكرونه بشاميل. ايه ده، وحش قوي.
طبعا كل نعمة ربنا جميلة، بس الطريقة برضو بتختلف. تمام كده. انا جبت طبعا مغرفة كبيرة عشان حسيت ان انا ايه ده بالمعلقة الصغننة دي بشعة قوي. تمام اهو. طبعا الفرن قايد عشان بتخش على طول تتظبط كده ايه على طول. بصوا طبعا اتبلت من كل الايه الجهات، ونديها حبة كمان اهو. تمام كده. وانزل على الصينية بتاعتي اهو، فيها قطعة هنا زيادة، احاول ان انا اظبطها برضو اهو. واجيب بقى الرقاية التانية، في قطعة برضو. بصوا لو في قطعة ناقصة كأنك بتفصلي. الطبيخ برضو بيبقى فيه نسبة تفصيل، يعني ما تفكروش ان هو بيبقى، لا بتحطي ايه وصلة كده علشان تقفلي بيها الايه السطح اللي هو ناقص قطعة يعني. تمام كده. انا طبعا حطيت 3 رواق تحت، وفوق ما ممكن احط 2 او 3 يعني حسب ما انت عايزه تعملي الصينيه بتاعتك، بس ما تحاولوش ان انتوا تكتروها قوي، يعني بحس ان هي بتبقى كتير، طبقات كتير بتبقى مش قوي. يعني متهيألي اقصى مره عملت فيها 5 رقعات فوق وخمسه تحت، كانت حسيت ان هي كتيره برضه. بصوا طبعا يعني مش قادره اقول لكم الشوربه دي طعمها ايه، اللبن مخليها فظيعه. زمان كانوا، انا كنت بشوف ناس بتغسل الرواق في تحت الحنفيه، اوعوا ما بيبقاش واخد الطعم بتاع اللبن والشوربه والحاجات دي. يعني كل مدى الواحد بيحس ان هو بيتعلم اكتر. تمام. وكلنا طبعا بنتعلم من بعض يعني اهو. بصوا طبعا الرقاقه بتاعتي اهي مبلوله اهي وفي قمتها. تمام كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ انا عايزه اديها بقى، اديها تقطيعه بحيث ان انا ادي الايحاء، اللي يشوفها يقول ده ايه، ده دي فطيره. طبعا انا زودت رقاقه تانيه عشان احس ان هي هشه كده ماليه الصينيه. تمام كده اهو. ودلوقتي بنقطعها على شكل ايه، اللي هي مستطيلات كده. تمام كده اهو. شايفين كده اهو، بحاول ان انا اظبطها. طبعا مش قادره اقول لكم الريحه والزبده عامله فيها ايه اهو. شايفين. انا عايزه بقى ادي الحاجه اللي انا عايزه اديها وتبقى ايه واضحه قدامي كده، القطع اللي انا مقطعاها. تمام كده اهو. ممكن بقى بصوا الوش بتاع الزبده الصفرا اهو، انزل بيه بقى في الحتت اللي هي يعني ناشفه معايا اهو، عشان طبعا يملحها. وممكن تديها ده برضو في الايه لما تاخد سوا شويه، في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده. طبعا معايا الجبنه الرومي اهي، هبدا بقى ان انا ايه اوزع الجبنه الرومي كده اهو على القطع بتاعه الايه الجلاش بتاعنا وزي الموتزاريلا. هرشها برضو عليها كده، لان طبعا الفرن سخن فهي ايه على طول، وهي طبعا اللحمه متعصجه ومتظبطه اهو. يعني كانت زمان صينيه الرواية دي الواحد يحس ان هو داخل يعمل حاجه كبيره، لا بصوا هي دلوقتي بقت تكتها بسيطه وجميله اهو. وننزل تاني بالجبنه الرومي. ومكعبات طبعا الايه الزبده بتاعتي اهي، عشان عايزاها تبقى حلوه كده. بصوا وزعي بقى الزبده بتاعتك زي ما انت عايزه عليها
عشان طبعا تديها لون وشكل حلو. شايفين؟ في بقى تكة عايزه اقول لكم عليها، انا عايزاها احس ان انا باكل فطيره كده وفيها الوانات حلوه. هاجيب حبه البركه كده واعمل كده اهو، بصوا حبه البركه دي برضو بتدي شكل جميل جدا اهو. بصوا الشكل. عندك سمسم عايزه تدي برضو ادي براحتك، عندي سمسم اهو برضو عشان تبقى مدعمه. عايزه فطيره مش عايزه صينيه جلاش بس او رقاق بس اهي. بصوا بقى شكل الصينيه، شايفين الجمال؟ شايفين شكل الصينيه؟ هدخلها الفرن بقى وارجع له. وهنا زي ما انتم شايفين هي بدأت بقى تستوي من تحت. بصوا هاجي بقى احط شوية جبنة تاني، وهحط طبعا اللبن والشوربة اللي احنا كنا حاطينهم، وحطيت عليهم بقى معلقة زبدة كمان اهو، وابدأ انزل. بصوا عايزة اخلي ومعلقة طماطم صلصة، عايزة اخلي الوش كده يطلع احمر جميل اهو بالطماطم بتاعتنا، معلقة صلصة طماطم. بصوا عايزاها تطلع الوش بتاعها زي الفطيرة المقلية كده او المحمرة. بصوا اهو هوزع الايه الشوربة اللي باقية واللبن ومعلقة طماطم والحاجات دي عليها كده على الوش، وهي طبعا استوت من تحت، هي تاخد بس الوش الاخير اهو. بصوا انا حاطه هنا كمان جبنه اهو عشان عايزاها تطلع كامله متكامله. بصوا اهو بتوزعي بقى على كل الحتت اللي ايه اللي ما خدتش. تمام كده، هرجع بقى دلوقتي ادخلها الفرن وارجع لكم بالشكل النهائي. وهنا بقى اقدر اقول لكم انا طلعت صينيه الرقاق بتاعتنا. بصوا شايفين شكلها؟ شايفينها جميله ازاي؟ طبعا فيها الموتزاريلا واللبن وكل حاجه والزبده، مش قادره اقول لكم ريحتها جميله ازاي. وطبعا اهو باين التحديدات اللي انا التقطيع اللي انا قطعتها اهي. شايفين صينيه في منتهى الجمال، بحاول ان انا يعني اوريها لكم، حاول كده. وهنا بقى بصوا انا حاولت اشيل قطعه، بصوا سمكها مش كبيره قوي، وطبعا مش قادره اقول لكم على الجمال والريحه والطعم، مش قادره اقول لكم. اتمنى الفكره تعجبكم وصينيه الرقاق تعجبكم وتجربوها بطريقتي. شايفين؟ شايفين الجمال؟ اشوفكم بخير في الفيديو القادم، الى اللقاء.